تعالوا نرحب بكابتن طارق سليم، طبعا نجم كرة السلة، هيكون معانا بعد شوية عشان خاطر نتكلم عنه، هتكلم معاه مع المباراة. هو لسه بيجهز بس ان شاء الله يكون معانا عشان نتكلم عنه عن تفاصيل المباراة، وهل المباراة صعبة، هل نتوقع ان احنا نفوز النهاردة بإذن الله بفارق، يعني تفاصيل وفنيات المباراة هتكون عاملة ازاي، هل انطلاقة الموسم ممكن تأثر بشكل او بآخر على مباراة النهاردة. اكيد تفاصيل كتير جدا هنتكلم مع كابتن طارق عليها اول ما يكون جاهز باذن الله معانا على التليفون. الحقيقه يعني نبانا ان فريق الباسكت قدم موسم مثالي طبعا السنه اللي فاتت، بطل افريقيا، بطل الدوري، والحقيقه ان هم كانوا يعني مستوياتهم عاليه، كانوا ابطال فعلا الموسم اللي فات، وكانوا رجاله وفرحوا جمهور الزمالك، والجمهور عارف ده كويس، ونتمنى ان شاء الله طبعا نفس الكلام يتكرر الموسم ده. عشان كده تعالوا نروح ناخد كابتن طارق سليم نتكلم معاه من الامارات طبعا عشان نتكلم معاه عن تفاصيل المباراه النهارده. كابتن طارق برحب بحضرتك، اهلا بيك. نهارك ابيض يا كابتن طارق. صباح الخير استاذه نيرفانا، صباح الخير استاذه انجي، اهلا بحضرتك. صباح الفل. توقعاتك يا كابتن للمباراه النهارده، مباراه مهمه، مباراه قويه يعني، ورايك كمان في انطلاقه الفريق الموسم ده. بص حضرتك، مباراه الاهلي والزمالك ملهاش اي توقعات، حتى احيانا كتيره كانت بتبقى الفرقه الكويسه بتخسر والفرقه اللي هي نص نص بتكسب. فرقة نادي الزمالك ما بتقفش على حد، فرقة نادي الزمالك بأبنائها، بأولادها الصغيرين، بالشباب. لكن زي ما أنت حضرتك تفضلت وقلتي، البداية مش موفقة هذا الموسم. طبعًا لا يليق بنادي الزمالك إنه نخسر من التأمين 3 مرات، من سموحة مرتين، إحنا لحد دلوقتي خسرانين 9 مباريات، ده لا يليق بفرقة نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك عمره ما بيموت، بيمرض ممكن يقوم تاني، طبعًا في غيابات في الفرقة. في المحترف مش على المستوى، في تغيير مدرب حصل، في تغيير لجان ومجلس اداره، وطبعا ده كله بيؤدي الى عدم الاستقرار. صحيح. طبعا فرقه نادي الزمالك فرقه كبيره، انا فاكر واحنا ايام ما كنا بنلعب في نادي الزمالك كنا فرقه الدرجه الاولى كلها كبار، سيد ابو الدهب، فتحي كامل، والسعاد وحمدي سعودي، كانوا قاعدين بره واحنا ناشئين، لعبنا فرقه النادي الاهلي بكامل نجومها وكسبناهم. صحيح. لان احنا ولاد النادي، فما عنديش اي مقاييس فيها، احنا فرقتنا فرقه كويسه، فيها عناصر كلها خبره، لعبه البال، السنه اللي فاتت عملنا نموذج ان احنا كسبنا البطوله الافريقيه وكسبنا بطوله الدوري. احنا نادي الزمالك ما بيقفش على اللعب، اي نعم ان انس قوه في نادي الزمالك مصاب، لكن ده مش معناه ان احنا ننهار ونخسر 9 مباريات زي ما حصل. طبعا اكيد انا شايف ان سياده المستشار المرتضى امبارح قعد مع الفرقه والكابتن احمد عادل، اتمنى ان دي تلم الفرقه، اتمنى ان احنا الناس تعرف ان احنا نادي الزمالك اكبر من اي حد، نادي الزمالك اكبر من اللعيبه ومن المدربين ومن مجلس الاداره كله، لان نادي الزمالك يمتلك ملايين من الجماهير كبيره. عشان كده انا بقول لحضرتك، انا دايما ان انا كنت بقول للاعيبتي وحتى ايام ما كنا بنلعب، اللي يلبس فانيله نادي الزمالك كانه نجم من النجوم، وهو فعلا نجم من النجوم الكبار. طبعا زي ما بقول لحضرتك، مش معنى ان انا اخسر ان انا دي حاجه، لا، لازم يبقى في وقفه. في النهارده كابتن احمد عادل مسؤول الصالات، ولازم يبقى في وقفه مع الجهاز الفني، في وقفه مع اللعيبه. كابتن طارق، بمناسبه الجهاز الفني، طيب ايه دورهم ايه النهارده بالذات بعد خسارات 3 خسارات متتاليه، يعني ازاي ممكن نعتبر ان مباراه النهارده انطلاقه جديده للموسم؟ هي زي ما انت حضرتك قلت، ده فعلا النهارده لازم تبقى انطلاقه جديده. النادي الاهلي ما هوش الفرقه المرعبه، النادي الاهلي دايما، النادي الاهلي لسه خسران على فكره من التامين في ملعبه، يعني النادي الاهلي ما هياش حاجه تخوف. احنا لو لعبنا رجاله، لو الحاله النفسيه، الجهاز الفني لازم يطلع اللعيبه من الخسارات الثلاثه اللي حصلت قبل كده، لازم يخرجهم منها ويفهمهم احنا نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي موجود، نادي الزمالك باللعيبه اللي موجوده وبالجهاز الفني. بتمنى النهارده ان شاء الله تكون البدايه، اتمنى تكون الانطلاقه لفوز بطوله الدوري بمشيئه الله. نشكر حضرتك كابتن طارق سليم، نجم نادي الزمالك في كره السله، طبعا كل التوفيق لفريقنا النهارده. طبعا عندنا مباراه قويه زي ما قلنا وزي ما اتكلمنا مع الاهلي، هتكون المباراه الساعه 8 النهارده، كل التوفيق ليهم، ابطال الدوري وابطال افريقيا.